هيقول لنا عنه تفاصيل اكتر زميلنا كريم احمد المتواجد حاليا ومتابع للفريق في معسكره في برج العرب. مساء الخير يا كريم. حياتي ليك يا زميلي محمد، اهلا بيك واهلا بكل المشاهدين. كريم، يا ريت تقول لنا تفاصيل اكتر، الملاحظات اللي شايفها من خلال تواجدك ومتابعتك لمعسكر المنتخب الفريق الاول للنادي الاهلي في برج العرب، وراي باتريس كارتيرون حتى الان في من استقر على استمرارهم في المعسكر من عناصر من المراحل العمريه المختلفه. اكيد زي ما انت قلت، استعدادات على قدر المستطاع واستعدادات مكثفه للجهاز الفني بقياده مستر باتريس كاسترون كابتن محمد يوسف المدرب العام. الامور ماشيه بشكل طيب جدا، الاستفاده هتكون كبيره جدا من المعسكر الداخلي قبل ان شاء الله المعسكر الاوروبي اللي تم تحديده بالفعل. والنادي الاهلي ان شاء الله يكون متواجد في سلوفينيا في المعسكر الاوروبي 2 يوليو حتى 9 يوليو. لكن عايز اكد على المعسكر الخاص في برج العرب، مستر باتريس بيحاول ان هو يقف على كل الامور الخاصه البدنيه الفنيه في جلسات مستمره مع اللعيبه. النهارده يمكن كان في بس الامور الخاصه بالايجاد، انت عارف طبعا فريق محمد ان النهارده كان كافه اللاعبين متواجدين في السفاره النهارده لانهاء بعض الفترات الخاصه في السفر دي المعسكر الاوروبي، ده يمكن سبب ايجاد شويه لبعض اللعيبه. شفنا يمكن النهارده عمرو السوليه ومؤمن زكريا ما شافوش النهارده في المران، سالنا عليهم طبعا من طبيب الفريق الدكتور خالد محمود، قال هم عندهم بس بعد الاجهاد السفر سافروا صباحا ورجعوا على التمرين في برج العرب في الملعب الفرعي في برج العرب. كنا شاكين ان يكون في اي يعني شد في الخلفيه او كده، لا، لكن اطمنا بشكل كبير، قال ان هو اجهاد بسيط جدا. النهارده هيتعمل مختص في ثلج عقد المران اللي بدا فيه الساعه 9:30، محاضره طبعا لمستر باتريس والكابتن محمد يوسف. في تاكيد كبير من الجهاز الفني على اهميه الفتره القادمه، لابد يكون في تركيز في احمال استراتيجيه بتكون مع مستر مايكل ليندمان. هي يمكن هو عامل شغل كبير جدا مع مستر باتريس، في تعاون وفي تفاهم كبير جدا بين مستر باتريس وبين مستر مايكل ليندمان مخطط الاحمال. النهارده يمكن ما كانش في تدريب قوي للكوره زي ما بقول لك، نظرا للاجهاد السفر الى اسكندريه القاهره ثم الى اسكندريه. النهارده كان في بعض التدريبات الترفيهيه كده للاعبين، ثم اختتم الكابتن مستر باتريس طبعا بعض الجمل البسيطه مرفعات كره القدم للاعبين. زي ما بقول لك الاجهاد النهارده حاول ان هو يخفف كامل بشكل كبير جدا. كنا متخيلين النهارده يكون في تقديمه كالعاده في نهايه المران لبعض الشوط على الجول والكورسات الاوفرات، لكن زي ما بقول لك النهارده الاجهاد ده كان معطل شويه على اللاعبين، فكان في تفضيل من الجهاز الفني ان يكون في جرعه تدريبيه بسيطه اليوم. ثم كمان في مقصد ثلج في كل اللاعبين للاستعداد طبعا للمستشفى غدا يكون تدريب كامل بشكل. لا، وده طبيعي طبعا، ده طبيعي في اي فتره اعداد لاي فريق ان بيبقى فيه مراحل حسب ظروف اللاعبين وحالتهم وكم الضغط عليهم بالتدريبات، بيبقى فيه مراحل ارتفاع وانخفاض بالحمل التدريبي والبدني طبعا، عشان اللاعبين ما يصابوش باي اصابات عضليه او باجهاد طبعا يؤثر على مسيرتهم في الفتره دي. في سؤال مهم بيطرح نفسه دلوقتي، هل من خلال متابعتك و حواراتك اللي بتجري بالتاكيد على هامش وجودك في المعسكر مع المدير الفني ومع المدرب العام الكابتن محمد يوسف، هل ابدوا استعداد حقيقي وجديه للاستعانه بالعناصر الواعده جدا؟ يعني ناخد منها بس على سبيل المثال للحصر ناصر ماهر، الكل بيجمع على انه عنصر اكثر من رائع وممكن يكون من القوى الضاربه للفريق لو احسن استغلاله او الاستفاده بيه في الفتره الجايه بعد ظهوره بالمستوى اللي تابعناه كلنا الفني والبدني المتميز جدا بل الرائع خلال الموسم اللي فات. ايه مدى فرص العناصر دي في انها تاخد مكانها وتكمل مع مشوار النجوم الكبير الموجود في الاهلي في الفتره الجايه؟ سؤال مهم جدا طبعا يا زميلي محمد، وباكد لك ان اللي احنا شايفينه ولامسينه من مستر باتريس ان هو هيكون في استعانه بقطاع الناشئين وعناصر المميزه جدا من قطاع الناشئين بجانب ناصر ماهر اللي بيثني على ادائه بشكل كبير جدا من مستر باتريس. يمكن هو شايف ان هو ظهر بشكل رائع خلال الموسم الماضي، قال هيكون اضافه قويه جدا، اكد اكثر من مره ان ناصر احد اللاعبين اللي هيسد الفراغ بلغه الكوره بلغه عبد الله السعيد طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني، هيسد هذا الفراغ. يمكن الناس كلها عندها امل كبير ومتوسمه يعني بشكل كبير جدا في ناصر ماهر، واحد من النجوم. وزي ما بقول لك مستر باتريس كابتن محمد يوسف هيكون في استعانه كبيره، بنشوف حديث منفرد مع ناصر، بنشوف حديث منفرد مع بعض اللاعبين اللي نشوف بنشوف احاديث منفرده مع اللاعبين. زي ما بقول لك الكل مركز في جديه كبيره جدا في التدريبات، الكل منتظر الفرصه ان هي تكون متواجد في التشكيله الاساسيه للنادي الاهلي. لكن زي ما بقول لك زميلي محمد، اللي احنا شايفينه ولابسينه في التدريبات ومتابعتنا هيكون في استعانه بعناصر الناشئين وخاصه ناصر ماهر اللي هيكون عليه حمل كبير جدا خلال الفتره القادمه، هيكون متواجد باكد لك خلال الفتره اللي جايه هيكون متواجد في التشكيله الاساسيه للنادي الاهلي نظرا ليه طبعا ظهوره خلال الفتره الماضيه وظهوره المميز والاشاده الكبيره اللي اشاد بيها مستر باتريس والكابتن محمد يوسف مع ناصر ماهر في ظهوره المميز خلال الموسم الماضي. عايز اكد لك ان كل اللعيبه مركزه بشكل كبير في اصرار في تركيز في
التحذير المستمر من مستر باتريس بعدم الدخول، ما يبقاش في خشونه، الخوف طبعا اصابات، بقول لك الحماس الكبير في معسكر فريق النادي الاهلي ده واضح في التدريبات، زي ما بقول لك التحذير ده بيتم لان كل اللعيبه بتادي كل اللي عندها في الملعب، عشان كده بقول لك المعسكر هيكون معسكر ناجح ومعسكر مميز، يختتموا كمان النادي الاهلي في مباراه فاركو اللي هتكون على ملعب الفرع ليه استاد برج العرب، زي ما بقول لك المباراه دي هتكون فيها طبعا تنفيذ لبعض الجمل التكتيكيه من مستر باتريس، هيحاول ان هو يشوف بعض اللاعبين المتواجدين، وبنأكد كمان يمكن نقص اللاعبين في المنتخب الوطني ده الفتره اللي جايه يكون مساعد مستر باتريس ان هو اللعيبه تعود تاخد راحه كمان بعد ما يكونوا متواجدين في القاهره عقب وصولهم ان شاء الله صباح يوم الثلاثاء، ينضموا سريعا للنادي الاهلي للوقوف بقى بشكل كبير على الجمل التكتيكيه التشكيل الفتره اللي جايه، لكن بطمنك يا زميلي محمد الامور ماشيه بشكل طيب بشكل رائع جدا مع النادي الاهلي، وبغض النظر زي ما بقول لك اللعيبه مصابات غير عمرو السوليه وايضا كمان مؤمن زكريا اللي حاسه بالاجهاد بجانب رامي ربيعه وباسم علي اللي بيواصلوا طبعا عمليات التاهيل ان شاء الله باذن الله تكون مباراه طيبه المباراه الوديه، وكمان المعسكر الاوروبي اللي هتقوده النادي الاهلي يكون فيه استفاده كبيره، استقروا خلاص على مباراتين وديتين خلال هذا المعسكر، لكن لسه طبعا لم يتم تحديد الاسماء الفرق اللي هتكون مشاركه، لكن بيتمنى اكيد كل التوفيق لكابتن محمد يوسف مستر باتريس في تركيز كبير، والراجل بيشتغل بكل قوه، عنده تركيز وعنده حب كبير جدا للعيبه، كمان اللعيبه بتنقل لنا الكلام ده بتقول ان الراجل بيتعامل معانا بكل احترام بكل ثقه، عارف اللعيبه كويس جدا، عارف امكانيات اللعيبه، سواء وليد ازارو اللي كان ليه حديث معاه واكد عليه ان هو يكون ركز بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي، هو جاي وليد طبعا عروض كثيره جدا طبعا لانه تالق بشكل لافت الموسم الماضي طبعا بالظبط، محمد اكد عليه قال له انت الموسم الماضي يعني حققت هداف الدوري، الموسم الجاي ان شاء الله تكون هداف الدوري واحسن لاعب في الدوري كمان، وليد عنده اصرار كبير اللي احنا شايفينه ان هو يكون افضل لعيبه كمان خلال الموسم افضل من جميع الحلقات. بشكرك جدا على اطلاعنا على المعلومات دي ومتابعتك للمعسكر زميلنا كريم احمد مراسل قناه الاهلي والمتواجد مع الفريق في معسكره في برج العرب ان شاء الله.